قررت اليوم أني أتكلم عن تجربتي أنا الشخصية، عن حياتي أنا الشخصية والشخصية جدا، لأن ممكن بعضكم يقول أي سهل عليك أنت تقول الحكي، إن ماكو واسطة وماكو كذا، أنت مرتاح وأمورك ميسرة، تملك لك جامعة، فسهل أنت شعرفك بالناس اللي تعبانة واللي دايخة واللي ظروفها صعبة واللي مقادرة وهالشباب اللي عاني. فعشان كذي أنا راح أتكلم شوي معاكم عن حياتي أنا الشخصية، عشان أوريكم الكويت بعيون ثانية. أنا بعد ولادتي بشهور أمي وأبوي انفصلوا، وطبعاً عشت عند أمي. أمي كان عمرها 13-14 سنة يعني، فيدتي سبيتش الكندري ربتني وربت أمي وياي بعد. لما صار عمري 7 سنين، في يوم من الأيام ياي بطلع بروح السكة ألعب، كان تقول لي يدتي اليوم قاعد لا تطلع شوي، وليانا ريال غريب أول مرة أشوفه، دش وقعد مع يدتي وقام يسولفون. دشيت الغرفة الثانية ولا أمي قاعد تطلع دشاديشي وكلهم دشداشتين مع كم فنيلة وتحطهم بكيس، ودمعة كبيرة جت من عينها على الدشداشة لليوم أذكرها. بعد شوي أنا وشيسي بالسيارة مع هالريال الغريب اللي هو أبوي رايحين لحمدي. أبوي عنده أوبل 64 بيضة، طريق لحمدي قبل مو هالطريق لليوم، طريق في البر، طريق سايد واحد ظلمة بر ما شوف شيء، ما غير شوف النار اللي طالعة من أبار النفط. المغرب وصلنا لحمدي، وصلنا بيت أبوي. طول الطريق وأنا بالسيارة أنا منصدم ضايع، هذا ما أعرفه ولا يعرفني لا حشين، ما أدري إيش قاعد يصير، متيبس مكاني بالسيارة ولا أدري عن شيء. يوم وصلنا لحمدي بالبيت وقفوني برا يمكن 2-3 ساعات، والله ما أدري، مدة طويلة، لأن بدت مفاوضات مع مرت أبوي عشان ترضى تدخلني البيت. بعد فترة الظاهر خلصت المفاوضات وقالوا لي دش البيت، وبدت رحلة الجحيم والعذاب. أثار المفاوضات أن أنا أصير صبي، أغسل حوش، أغسل مواعين، أغسل ملابس. قاومت في البداية، لكن يعني شيء سويته وشيء ما سويته، لكن الأكثر إن كان هام مفروض أني أنكسر من الإهانة اليومية والعذاب اليومي والتجريح. يعني الله سبحانه وتعالى ألهمني شيء ما أدري، بأن أنا في هاللحظة حسيت ترى أنا مالي إلا نفسي، ما عندي أحد، فلازم أتمالك نفسي وأشوف شون بدبر حياتي وبسط هالحوسة هذه. صارت المدرسة بيتي وملاذي والمدرسين أهلي وعزوتي ومتعتي، كنت سعيد في المدرسة، متعة ما بعدها متعة في المدرسة، أقضي وقتي فيها والمدرسين يا الصيف فيدتي سبيتشة دزت علي. طبعاً هي لما تبي تكلمني ما تقدر تكلمني، فلازم تدز أحد، إحنا نلعب بالبراحة بالسكة، فتدز واحد يعطيني كم دينار شذي، تكون هي دازت لياهم ويقول لي، فقالت لي
توصيك جدتك تقول لك دور لك نادي صيفي جاي الصيف. ما أدري شنو نادي صيفي، دورت نادي الأحمدي الصيفي ورحت النادي الصيفي، والعالم جميل، أنشطة، شيء موسيقى، شيء مسرح، شيء رياضة، ألعاب. قلبي فز وراح صوب المسرح ورحت بشترك، وشركوني أهل صغير السنة الأولى ما نسوي شيء، الكبار يطرشوننا نجيب سندويشات نجيب شيء، لكن على الأقل كنا راضين لأن يخلونا نشوف البروفات. السنة اللي عقبها بدينا نشترك، أنا كنت أسعد إنسان، أنا كنت أسعد إنسان من الصبح، ما فيني صبر الصبح يصير 7:30 أنا هناك ليل ليل كل يوم. تمشي مرة من المرات يقرر الفريق المسرح إنه يسوون زيارة حق الله يرحمه محمد النشمي. محمد النشمي هو من المؤسسين للمسرح في الكويت، يأخذوني وياهم أنا صغير وأنا طالع. المهم يوم خلصوا اللقاء وطلعنا كان نحاش ورد حق الله يرحمه محمد النشمي، قلت له أبيك تدخلني المسرح، كان يقول لي إيه ما عليه ليش لا اقعد، أنا الحين أقدر أكلمهم أكلم أي واحد في المسرح وأدخلك، بس تبي نصيحتي روح كمل دراستك الحين ولا خلاص تصير خير، ترى كواليس المسرح في مشاكل. حسيت بهالأبوة هذه وصدقت كلامه. نعم كانت في متعة في المدرسة، متعة في النادي، لكن كانت في معاناة أكيد في البيت، وكانت في معاناة ثانية الحرمان والشوق. كل يوم أني بشوف أمي أبي حضنها أولح عليها، فكان مرات لما نروح زوارة أبوي مع عياله زوجته كنا فنروح الديرة، أمي عقب تزوجت فبيتها صار برميثية يعني قطعة 13 كذا، المهم على شارع فيحيل، فنكون طالعين بالطريق وأنا أتحين الفرصة لحظة بلحظة ناطر لما نمر يم البيت ثواني، وأنا طالع البيت وداخل قلبي يقول هي داخل. تمر السنين وأنا أفكر شلون أتخلص من هالورطة اللي فيها، أنا أسمع مرة ناس تحكي يقولون في سكن داخلي بثانوية شويخ، أبدأ أسأل أكثر، إيه قالوا في سكن داخلي، زين شلون توصل له؟ قالوا في إدارة اسمها إدارة الخدمة الاجتماعية، هذه بحول لي يم المعاهد الخاصة قبل شارع القاهرة، ومديرتهم سيدة فاضلة اسمها فضل خالد، إذا رحت هناك تقدم طلب يعني يشوفون موضوعك. الحين شلون أوصل من الأحمدي أنا؟ هاي مشكلة ثانية، لأن تأخذ باص المواصلات، الباص ما يقطك نفس المكان، وقبل ما في تكاسي فتأخذ الباص وعقب تأخذ وانيت عشان يوديك نفس المكان، وهذا اللي صار. ويوم من الأيام ما رحت الصبح المدرسة وكان أروح الإدارة، وقفت يم الباب وأنا ميت من الخوف، فشافتني واحدة كان تقول لي تعال ايش تبي؟ قلت لها أبي سكن. قلت شو؟ قعدتني سمعت قصتي، تعاطفت معي كان توديني عند مديرها أذكر اسمه فاروق الصالح، قال خلاص ولا يهمك تعال الأسبوع الجاي، وبعد نادوني مرتين ثلاث وقالوا لي خلاص وافقوني، أنت من السنة الجاية راح تكون في ثانوية شويخ اللي هي الجامعة الحين، وراح تكون في السكن الداخلي اللي هناك. أبوي عرف في الموضوع وكان يطقني وطق، وهو شلون أنت ما تعلم أحد ورايح بروحك وكذا وتبي تفشلنا وش يقولون الناس عنا، وأنا داخل نفسي أقول أنتم ما تدرون عني أنا إيش قاعد أمر فيه، كل همكم الناس، وين الناس هذه؟ أنا لزمت قلت والله طقوني ما طقوني أنا طالع، وإذا ما خليتوني أنا بنحاش. أخيرا استسلموا وقبلوا الأمر واقع،
ودشيت السكن. دشيت السكن عالم غريب غريب، ولا كأنك بالكويت. هذا اللي من زنجبار، وهذا اللي من كونغو، وهذا اللي من عدن، وهذا من صنعاء، وهذا من الجزائر، وهذا من المغرب، ومن سوريا، ومن السنغال، ومن بلاد الله 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 الله، كل هالعالم. شلون عنبر طويل 30-35 سرير وكبت صغير، كرفاية كذي وكبت صغير 30-35 واحد. يعني هم الصروحت أنا ويني بتروحي؟ إيش بتعامل مع هالعالم؟ واللي المغربي يكون مغربي يقعد طول الليل يقرأ كتاب عود عن الشيوعية وكارل ماركس مشين وذي كذا، وينام الصبح، واللي حكون بالثورة ما أدري شنو جنوب اليمن وقصص. لكن بعد فترة هذه الحياة صارت ممتعة وثرية، يعني كل يوم شيء ومواضيع، وانت قاعد تطلع على الدنيا كلها. فكانت متعة ما بعدها متعة. فحسيت روحي أنا جدا محظوظ، ايش كثر أنا محظوظ ان بهالسن المبكر انا قاعد اشوف كل هذا واعيش كل هذا. لكن طبعا من الناحيه الثانيه برا في نظره دونيه. فما انسى مره رفيجي كان بالصف، واساس بنروح مباراه العربي والقادسيه، فهو عنده سياره اساس يمرني ونروح المباراه. فمرني يوم شاف مكاني استعر مني، طحت من عينه، فهدني وراح، ومن عقبه ما حكاني وايد عورتني. وأنا ثالثة ثانوي توفى أبوي، فكان في مصروف بسيط يعني على الأقل آخره، هذا هم وقف. تورطت، قالوا لي تروح وزارة الشؤون هناك ممكن تقدم طلب ويسوون لك حالة وممكن. واروح ولا وين حالتي تصير؟ عند الله يرحمه محمد النشمي. كان يقول تعال قعدني. نعم خلاص سوي لي حالة فردية. والله يرحمه كان الطريقة اللي عاملني فيها، منها هو كان وكيل وزارة وكذا، ييني يدخل لي قعدني مكتبه، يجيب لي استكانة شاي. يعني هالإحساس بالاحترام والأبوة اللي كنت أشوفه منها لليوم أذكره. ومشوا لي مساعدة كل شهر 40 دينار، وكل شهر أي وأبد يعني عنده وأخذ 40. خلصت الثانوية، خذيت لي بعثة حق أمريكا ورحت أمريكا، وهذه هم قصة طويلة ثانية ورحلة ثانية تعلم. وخلصت أمريكا ورديت وبدأ مشوار ثاني، مشوار العمل ومشوار وهذه قصة لها تفاصيلها، يعني واحد يحكيها بوقت ثاني. وبدأت عملي الخاص بعدين، والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقني بأعمالي، واللي أهمها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية. فالحمد لله رب العالمين. وأقول حق أمي، يما دمعتك اللي على دشداشتي قبل 50 سنة ما راح تهدر. أنا حبيت أقول لكم عن تجربتي الشخصية عشان تشوفون الكويت بعيون ثانية. أنا كنت في أصعب الظروف. واحد يقول لك ما عندي واسطة، أنا مو ما كان ما عندي واسطة، أنا ما كان عندي أحد. لا عندي أبو ولا عندي عم ولا عندي خال ولا عندي عزو ولا عندي أحد. لكن الكويت ديرة المؤسسات، ولا مديت يدي حق أحد. يوم احتجت سكن رحت الخدمة الاجتماعية بشكل مؤسسي، ويوم حشت إعانة رحت الشؤون بشكل مؤسسي، ويوم احتجت التعليم رحت وزارة التعليم العالي بشكل مؤسسي. هذه الكويت، هذه الديرة، ديرة الخير، ديرة المؤسسات.
والله والله يا هالحالة هذه اللي موجودة في الكويت والنظام المؤسسي العلمي مو موجود في أكثر دول العالم. أنا ما حكي عن دول المنطقة، خليك، أنا أقول الدول المتقدمة. حتى ترى في أمريكا للحين النظام الصحي حايسين فيه، إحنا عندنا خير. وشوفوا قدامكم اليوم، أنت خريج إذا تبي تسوي مشروعك الخاص، الدولة حاطة ميزانية فوق أكثر من نصف بليون دينار، صناديق ممكن يساعدون اللي يبي يسوي مشروعه الخاص. وبنفس الوقت تروح بدل العمالة وتاخذ راتب على الأقل يمشيك لما توقف على ريلك. تبي تشتغل بالقطاع الخاص، عطوك كذلك بدل عمالة، بيت، في بيت يمكن يتأخر شوي بس تدري إن في رعاية سكنية جايتك. اللي بيدرس فيه بعثات خارجية بعثات داخلية، العلاج الحمد لله في علاج، والله لا يبلي أحد، لكن إذا كذا هم في علاج في الخارج. نعم في منقصات وفي سلبيات وفي كذا، بس في دول كثيرة ومتقدمة ما عندهم أيام الأصل. أنت يتأخر عليك شوي يصير كذا، إحنا نطمح للأكثر، ذلك ما عندهم شيء. الكويت ديرة خير، لكن كثيرين اللي يقول لك الحكي هذا هو يبي يبرر كسله. نعم هناك من راح يوقف قدامك ويوقف طريقك ويعرقلك ويعاملك على أساس طائفي أو على أساس أي شيء، ويبي يحسدك ويبأذيك، موجود، وهذا راح يكون موجود وطول العالم وفي كل مكان في العالم موجود، وكل الدنيا ما دام في دنيا في خير وشر، وما دام موجود لكن في خير وفي خيرين وفي. أنت ليش تطالع الصورة السلبية؟ ليش تفكر مثل اللوزرز وتهد كل الأشياء الإيجابية؟ لا، كل هذا موجود. إحنا بديرة حكامها حب الكويت والكويتين بقلوبهم، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة. لأن لو ما كان ذلك شان ما شفتوا هالمؤسسات وهالعطاء. شوفوا حواليكم، ما في نص اللي في الكويت، بس بقى شوي علينا احنا شوية تهمة. نعم نطمح إلى أكثر، ليش لا؟ نبي أحسن، ليش لا؟ بس لازم نعرف قدر اللي بيدنا عشان نحافظ عليه. وعشان نحافظ عليه لازم يكون ولائنا للكويت ولدستورها وللشيوخة وحكامها، وانتمائنا لهذا يكون فوق أي انتماء. وعيد مرة ثانية، يكون فوق أي انتماء. يا رب احفظ الكويت واحفظ أهلها واحفظ حكامها واحفظ أميرنا أبو ناصر، وعطى الصحة وطولة العمر يا رب. ومبروكين، ونتمنى لك كل التوفيق، والله ولي التوفيق. Thank you.